نرحب بكم جميعا في الدورة 11 من منتدى القطاع الخاص لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي نعقدها على هامش الاجتماعات السنوية 48 لمجموعة البنك. إن الهدف الأساس من تنظيم هذا المنتدى هو إتاحة الفرصة للمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار من البلدان الأعضاء لفتح قنوات للتواصل وعقد الشراكات وإقامة العلاقات التجارية مع نظرائهم في البلدان الأعضاء الأخرى وعرض قصص النجاح من أجل تبادل الخبرات ذات السلم.